اخر محطه للشيف فيصل، واليوم راح يحضر لنا هلا وايت تشيز موس، بننتقل لعنده ورشه ملح. صباح الخير مشاهدينا. لكن وايت تشيز موس هو طبقنا الاساسي لليوم. لنحضر هالطبق بنحتاج لكريم تشيز مع برش ليمونه حامضه وعصير نص ليمونه حامضه، حطيتهم كلهم مع بعضهم، بس اكيد بلا ما نحط البذره. بنحتاج لكريمه مخفوقه موجوده قدامكم، خفقتها من قبل بوقت، واكيد لازم تتجنبوا انه ما نخفقها زياده منشان ما تفرط الكريم. كمان بنفس الوقت عندنا السكر على النار مع كميه مي تيوصل لدرجه سوفت بول او الحراره 121، او كمان هلا كمان رح تشوفوا كيف يعني بلش الفقاقيع تصير بصعوبه انها تفقع. شايفينه هلا انه بلشت تغلي، وصلت لحراره 100، و بنفس الوقت عندنا الجيلاتين الموجود هون. عندنا جيلاتين بالماي البارد كمان منقوع، الجيلاتين هلا شوي نقعته، وصفار البيض. صفار البيض رح نحطه بالمكنه، وبنفس الوقت بنكون نحن عم هيدا صفار البيض، وبننطر اكيد ليوصل لدرجه 121 سكر معنا على النار، حاطينه على حراره قويه، رح ياخذ وقت. انا بهالوقت رح اشرح كمان بالوصفه عندنا شيء اسمه السبونجي كيك، حضرتها قبل بوقت لانه رح تاخذ وقت بالتحضير، ووقتنا كثير ضيق هون. باسبوع الجاي او اللي بعده رح تشوفوا رح نحضرها، رح نعمل فروت كيك. فالطريقه لها هي كثير سهله، هي عباره عن خمس بيضات، نفصل الصفار عن الزلال، و150 سكر، 150 طحين، 2 جرام فانيلا او 8 جرام فانيلا. بنضرب زلال البيض مع السكر بالمكنه لاكيد تيصير عندنا ميرينج مع اضافه السكر تدريجيا، وبعدين بنضيف صفار البيض كمان تدريجيا. بنكون نخرين الطحين بنقلبهم فيها، بنحطها بالقالب ونفوتها على الفرن على درجه حراره 185. هذا السبونج اكيد رح نستعمله هلا لمونتاج الوايت تشيز موس. عندنا البيريز، في عندنا بلو بيري فيلينج، وعندنا ستروبري فيلينج. انا مزجتهم مع بعضهم منشان اكيد بيعطوا طعمه كثير طيبه، واكيد عندنا عصير الفريز اللي هو رح نشرب فيه السبونجي. برجع بذكر فيكم تعملوا بسكت لكعب الوايت تشيز موس. لكن هلا السكر عم بيغلي هون عندنا، بهالوقت السكر عم بيغلي، اذا ملاحظين كيف يعني الفقاقيع كيف عم بتخف فيه، وهلا بتوصل لمرحله بتكثف السكر فيها. في عندنا فانيلا مع الميكس، رح نحطه مع الصفار. حطينا الفانيلا، بهالوقت السكر عندنا ماشي حاله، رح نبلش نخفق. لكن هاي الطريقة بنسميها فاتا بوم إذا مصطلح، اللي هو عبارة عن صفار البيض أو سبايون إذا بدكم مع القطر أو السكر المغلي. ما بعرف إذا عم بيسمعوني. نحن بهالوقت بلشنا نخفق الصفار، عندنا السكر على النار بلش يتغير، بلش يتكثف بالمعنى الصحيح رح يكون. بهالوقت هيدا نحن رح نطر الجبنه،
الكمية تكون الكمية قليلة ما بتاخذها المكنة، فبنضطر نرفع شوي البول. بلش تشتغل والسكر على النار ماشي حلو. هلا اضطرينا الكريم تشيز، او في انواع الجبنه بتعرفوها بتستعمل للتشيز كيك، مع برش ليمون الحامض وعصير الحامض جاهز عندنا هون. بهالوقت نحن الجيلاتين عندنا عم بنقع، كمان رح نذوبه. نجيب البول الجيلاتين عندنا تقريبا له 5 دقائق، حطينا له اكيد مي بارده، ننطره تي يطري. مثل ما شايفين بعد بده شوي فيه، لانه كان لازم نفصلهم عن بعضهم مشان دغري يطروا. السكر عندنا اذا فينا نشوف على الكاميرا كيف عم تختلف تكثف فيه، يعني هون تقريبا حرارته بال 110، حرارته بال 110. اذا على نار خفيفه حسب الكميه، ما فينا ناخذ معيار ووقت، لانه في كميه مي في كميه سكر. على طول كميه المي بدها تكون 30% من كميه السكر بس بدنا نعمل هالطريقه هاي. لكن مثل ما شايفين هلا هون لكينا، لحط انا الصفار هون، رح نزل الصفار تدريجيا على الخليط. نزلنا السيروب تدريجيا على الصفار، وهلا بهالوقت حضروا ورقه وقلم، لان رح نروح بريك صغير ونرجع ونحط المقادير على الشاشه ونكمل وصفتنا لليوم. بريك صغير.